صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح السعادة والفرح والهنا. يا رب دايما كل أيامكم تكون أيام مليانة بالهنا والسعادة. يوم جديد ويوم مليان بالأمل، وإحنا النهاردة هنقدم يعني حاجة جميلة جدا. إحنا دايما أنا بكون سعيدة جدا لما بشوف فتيات أو سيدات عندهم مواهب وبيستغلوا الموهبة دي في إن هم يكون ليهم دخل حلو، لأنه إحنا كلنا ظروفنا الاقتصادية محتاجة إن إحنا نعليها أو نصلحها، أو اقتصادنا الداخلي في بيتنا لو كبرناه هنساعد فيه برضو إنه الاقتصاد العام يكون اقتصاد كويس. والحقيقة إنه اقتصاد أي دولة بيعتمد بشكل كبير جدا على المهن أو الحرف الصغيرة دي. يعني الصين نهضت بشوية الحاجات اليدوية اللي المواطنين الصينيين بقوا بيبدعوا فيهم. إحنا بنستورد، بقينا كنا من الصين من الإبرة للصاروخ زي ما بنقول يعني، أو كل الدول في العالم بقت بتعتمد على حاجات كتيرة جدا من الصين، ويمكن في دول كتيرة فائت. وإحنا كمان عايزين إن إحنا صناعتنا الصغيرة البسيطة دي احنا نهتم بيها ونهتم بان احنا نقتنيها، وفي نفس الوقت كمان نصدرها للخارج. فانا النهارده هتكون ضيفتي استاذه رباب ابراهيم عبد السلام، هي هتقدم لنا مجموعه من المشغولات الجميله جدا. عندنا اكسسوارات مصنوعه من النحاس، عندنا مشغولات جلديه، شنط ومحافظ، وكمان عندنا شغل بالخرز، ودي من الخامات برضو الجميله. وانا معايا اهو الشيف الجميل المنور، نورني على طاولة المطبخ زي ما بنقول. الشيف الجميل ده كله معمول من الخرز، فشكله حلو قوي كمان في المطبخ. هنتقابل طبعا مع رباب بعد شوية، بس خلونا في البداية كالعادة نروح نصبح على كل مشاهدينا ونقول لكم الشمس بانت من بعيد. سعيد يجعل نهاركم نهار سعيد يا رب. الواحد بيبقى مبسوط وفرحان كده ويبتدي يومه وفي شويه نشاط وفي شويه حماس وفي شويه احساس بالسعاده، يا رب يديمها علينا دايما نعمه ان شاء الله. خلونا نروح نشوف اول تقرير معانا النهارده. هو تقرير الحقيقه من التقارير المهمه. احنا بنقول انه الفن والثقافه والاعلام بيبقى لهم دور كبير جدا ودور مؤثر جدا في المجتمع. والحقيقه اللي احنا هنشوفه وهنسمع كلام من متخصصين في المجال الفني، مجالات مختلفة فنية، بيشوفوا أو بيتكلموا عن رؤيتهم للدور اللي المفروض إن الفن يلعبه في مكافحة المخدرات والتدخين. يعني إزاي ممكن بطريق غير مباشر، عن طريق الأعمال الدرامية، عن طريق المعارض الفنية، عن طريق الأغاني، عن طريق حاجات كتيرة خاصة بالفنون المختلفة، إزاي نوجه الناس بشكل غير مباشر لأهمية البعد عن المخدرات وعن مشاكل التدخين. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع. دور الفن ده مهم جدا على كل المستويات وفي كل المجالات وفي كل القضايا، سواء وطنية، سواء مخدرات، سواء حتى ضحك للضحك. انت بتقدم ايه؟ اما هتطلع مجتمع سطحي، اما يعني قصدي الفن هو بيناقش كل القضايا الموجودة والمطروحة. طبعا حكاية التدخين والمخدرات وبتاع، زمان دايما تلاقي اي ممثل رشد أباظة بتاع حاجات، لازم السيجارة كده في طرف الايد ويقع بطريقة معينة، عمر الشريف بتاع. ففي جيل كامل طلع بيقلد عمر الشريف ويقلد المجموعة دي، احمد رمزي طبعا. عندك الكتاب مصطفى امين وعلي امين كان بيشرب كميه سجاير غير طبيعيه، لدرجه ان هو ممكن يبقى في سيجاره في الطفايه وفي في ايده سيجاره وبينسى، وكان بيولع السيجاره الثالثه. فانا بقى بكتب بقى، فلازم ابقى مندمج فولع سيجاره علشان خاطر ايه الوحي وبتاع الدخان ده يعمل شغل يعني. طبعا كل دي مجرد عادات ليس لها مجال من الصحه، عادات سيئه. لكن نرجع نقول مفيش حاجه اسمها توجيه مباشر. انا اكره التوجيه المباشر واكره الحكر على الابداع. يعني ممكن عندك احمد زكي في المدمن، امنع بقى ان هو بياخد طريقه المخدر ازاي وبيعمل ايه والنتائج ايه، وابنه ومراته فقدهم فبالتالي راح ادمن. لا يعني ده كان حاجه فيها توعيه، وتوعيه جميله. الفنان اللي ما عندوش وعي ما يبقاش فنان اصلا. يعني انت كفنان لازم يبقى عندك وعي، وطبعا الوعي يعني وعي بمشاكل مجتمعك، وعي باللي بيحصل حواليك، وعي بحاجات كتيره قوي قوي قوي.
الحقيقة أنا يعني لفت نظري الـ 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 النسب اللي بتقل من سنة لسنة، ده دليل إن الناس مستوعبة الرسالة، حاسة بخطورتها، حاسة بمشكلة زي مشكلة الإدمان والتدخين والحاجات دي، فده شيء يدل على إن الفنانين واعيين. يجب أن تكون واعياً لمجتمعك وبمجتمعك ولناسك، وإن أنت في الأول وفي الآخر إذا لم تحقق من خلال فنك الخير والحق والجمال يبقى أنت مش فنان وما تمارس الفن. الوعي عند الفنان حاجة أساسية ومهمة جدا. ليه؟ لأنه هو الرقابة الحقيقية اللي يقدر يفلتر من خلالها، هو يقدر يعني هو اللي بيحمله بالمسؤولية أنه يقول للناس إيه وما يقولش للناس إيه، إيه اللي يمر من خلال المصفى اللي عنده دي علشان يوصل في عمل فني للناس. لأنه حقيقة في طول الوقت بقينا عايشين في عصر كده طول الوقت الناس واخدة على الفنانين حكاية أنه أنتوا بتنشروا حاجات مش مظبوطة، أنتوا بتقولوا كلام مش مسؤول، أنتوا كذا أنتوا كذا. فالحقيقة أنه بالعكس أنا شايف أنه الرقابة مش هي الحل، او يعني الرقابه هي جزء من الحل، الجزء الثاني من الحل هو وعي الفنان، والجزء الثالث من الحل هي المتلقي كمان، لانه المتلقي هو مش مجرد سلبي او يعني هو في النهايه مش بيتلقى وبس، هو لازم يشارك يفلتر يبقى عارف كويس قوي يتفرج عليه ما يتفرجش على ايه، الاسره في البيت تكون عارفه تفرج ولادها على ايه ما تفرجهمش على ايه، لانه في النهايه كل ما هنخنق الفنان اكتر بفكره انه قول وما تقولش، اعمل وما تعملش، اتكلم عنه وما تتكلمش عنه، ده في حد ذاته مش هيبقى لصالح الفن في النهايه. ودخلنا مع كل مشاهدينا، او يعني احنا اوريدي في مطبخنا، مطبخ طعم البيوت، بس دخلنا في فقره بقى الطبق اللي بنقدمه لمشاهدينا كل يوم، الطبق السهل والبسيط والسريع والمفيد والمغذي. واحنا النهارده هنعمل معاكم سلطه بسيطه جدا، هي سلطه الباذنجان، بس يعني المتبل او اللي بالبرغل تحديدا يعني. فهنتكلم عن البتنجان اللي بالبرغل، سلطه بتنجان بالبرغل. فطبعا احنا مقاديرنا هتكون عباره عن بتنجان مقلي ومقطعينه مكعبات صغيره، وهيكون معانا شويه بقدونس، هيكون معانا برغل، وهيكون معانا جزر، وهيكون معانا بصل وطماطم وخيار. اللي ما نقدرش نستغنى عنه في الوصفه دي او الاساسي يعني في الوصفه دي لازم يكون البتنجان والبرغل، وطبعا البقدونس عشان برضو شويه يمتص الزيوت اللي موجوده في البتنجان. بعد كده بقى اللي عايز يشيل البصل عايز يحطه اوكي، اللي عايز يحط جزر ما يحطوش، الطماطم والخيار دول يعني بيدوا طبعا طعم لاي سلطه احنا بنحطها، فده الاساسي بتاعنا. البرغل دوت طبعا كالعاده احنا بننقعه وبنسيبه كام ساعه كده، وبعدين بعد كده بنصفيه عشان يبقى طري معانا. هنعمل ايه؟ هنحط المكونات كلها على بعضها، مش هنعمل اكتر من كده. البتنجان طبعا بنقليه وبنحاول ان احنا يعني نقلل الزيت فيه على قد ما نقدر، واللي حابب اللي هو ممكن يعمله جوه الفرن مشوي يعني ممكن برضو على فكره، مش هيقول لا، بس هو عشان يبقى ماسك نفسه شويه. وهنحط عليه البرغل، وهحط برضو شويه بقدونس. دايما بنقول يا جماعه البقدونس مهم جدا لانه بيمتص الدهون، فهنا احنا البتنجان عشان فيه زيت فهتبقى فرصه انه البرغل دوت يمتص شويه الزيت اللي موجود في البتنجان. بصوا هي على فكره كده لوحدها كده ممكن تتاكل كده، بقت خلاص سلطه وبقت ممكن تتاكل. لسه هنزود عليها بقى شويه الاضافات برضو الثانيه للي حابب. انا هحط اهو شويه عشان ندي الوان بقى جميله، يعني الجزر برضو بيدي قيمه غذائيه وفي نفس الوقت بيدي لون حلو، والبصل ممكن ما نحطش بصل كتير، نحط حبه صغيره بس كده، ادي كده ادي الطبق بتاعنا. وهنقطع معاه بس شويه طماطم وشويه خيار، ممكن حتى ازوق بيه بس الطبق مش هحطه عليه عشان هخلي الطبق ده زي ما هو كده. انتوا عقبال لما تروحوا تشوفوا الفقره الخاصه بالابتكارات الفنيه هكون انا غرفت الطبق دوت وزوقت لكم الطبق بتاع التقديم، وترجعوا تشوفوه في شكله النهائي.
رجعنا تاني من الفقرة الخاصة بالابتكارات، يا رب تكونوا قدرتوا ان انتوا تاخدوا منها كده شوية حاجات يعني تفيدكم شوية. وانا بقى هنا هزوق شوية بالطماطم وبالخيار، وعايزة اقول لكم بس ان احنا ممكن من الحاجات الحلوة ان احنا ممكن نضيفها في السلطة دي شوية نعناع. فانا هحط شوية نعناع كده خفاف جدا، انها نعناع طبعا ناشف بتديلها طعم حلو قوي. النعناع عموما من الحاجات طبعا المفيدة، في نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا للسلطة دي مع البتنجان. بس كده اللي عاوز بقى يزود فلفل ملح الحاجات دي، بس مش هنحط الزيت ولا اي دريسنج تاني لانه هو اوريدي البتنجان فيه الزيت بتاعه. هكمل بس كده، نحط شوية زواق للطبق، والطبق ده مليان يا جماعة قيمة غذائية. البتنجان يا ريت يعني من الحاجات اللي احنا برضه دايما بنقول ان كل حاجة ممكن تبقى يعني مضرة وممكن تبقى مفيدة على حسب احنا بنعملها ازاي او احنا بناكلها ازاي. فالبتنجان طبعا نحاول نبعد بقدر الامكان عن انه يبقى، مش دايما نعمل بتنجان مخلل يعني سوري مش دايما نعمل البتنجان نقليه في الزيت. البتنجان مخلل برضه من الحاجات الحلوة الناس كتيرة بتحبه، وطبعا برضو بيتقلي شوية فيعني بياخد مننا شوية برضو صحة يعني. بس الزيوت لانه الزيت الكتير بيرفع الكوليسترول ويعني ويعمل مشاكل صحية احنا في غنى عنها. احنا هنحط بالخيار كده والطماطم، احنا بس زوقنا بيهم الطبق. ودايما بنقول الخيار والطماطم دي من الحاجات اللي المفروض فعلا اي سلطة ما تخلاش منها، لانها من الحاجات يا ريت تقطعوها كمان وتدوها للولاد الصغيرين كده وانتم هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بيلعبوا جيمز بيعملوا اي حاجه. ادي ده شكل الطبق بتاعنا بألف هنا وشفا. لو حابين ممكن احط شويه بقدونس برده كده على الوش، ادي كده بس كده خلاص زي الفل. ادي الطبق بتاعنا، انا هشغل الكتل عشان نعمل الشاي. و زي ما قلت لكم احنا النهارده حلقتنا هيبقى فيها مجموعه من المشغولات الجميله جدا اللي هي اوريدي موجوده معانا في الاستوديو. هل احنا معانا مداخله تليفونيه كمان ممكن؟ طيب انا معايا على التليفون دكتوره فردوس الافندي، هي اخصائي السمنه والنحافه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انا النهارده كنت بعمل سلطه بتنجان بالبرغل، فطبعا انت عارفه البتنجان والبرغل دي من الحاجات اللي ليهم قيمه غذائيه كويسه، فعايزاك تكلمينا عن القيمه الغذائيه الخاصه بالبتنجان والقيمه الغذائيه الخاصه بالبرغل. اولا انا عاجبني الطبق ده جدا علشان هو بيعمل مزج بين مكونين مهمين لازم ان احنا ناخدهم كل يوم بطريقه صحيه. اول حاجه البرغل ده مصدر للنشويات المفيده، هو بيمتص في الجسم بياخد وقت فيحسسنا بالشبع مده طويله، سواء كان اللي عايز ينزل في وزنه او اللي عايز يحافظ على الوزن بتاعه. الفكره ان هو سعراته الحراريه مش عاليه، فده يبقى مثلا لو عملناه بديل للرز او المكرونه مثلا كذا يوم في الاسبوع ده هيحسسنا فعلا. حتى لو مقلي بس يعني الزيت اللي بيشربه في القلي برضو، ما هي احنا دي ده طبق سلطه فاحنا اكيد مش هنحط فيه دهون كتيره يعني. ممكن نطبخ مثلا بزيت عباد شمس عشان هو مش بيتاكسد بالحراره، او بعد ما بنخلص السلطه نحط عليها معلقه زيت زيتون كبيره فنستفيد بفوائد الزيوت المفيده اللي بيكون فيها اوميجا 3 اللي بتحسن لي الدهون في الدم. فكره كمان البتنجان ان هو فيه فيتامين سي عالي جدا، وفيتامين سي من الحاجات المضادات الاكسده اللي بتشيل المواد المضره من الجسم، وكمان بتزود من معدل الحرق للي عايز ينزل وزنه. كمان هو من الحاجات اللي فيها فيتامين ايه عالي، فيتامين ايه من الحاجات اللي بتحسن جدا من الجلد سواء كانت نضاره او ان هو يقوي لي المكون بتاع الجلد عشان ده يكون مصدر للحمايه من الجسم. دلوقتي احنا في الصيف والحر شديد والشمس ممكن باشعتها لو ناس تخرج في الوقت بتاع الظهر تعمل ضرر على الخلايا بتاعت الجلد نفسها. تمام. ده بيحميني من الضرر ده باكثر نسبه ممكنه. طيب البرغل بقى، البرغل كمان كفكره ان هو حبوب كامله في حاجات اسمها فيتامينات ب. فيتامينات ب دي مهمه جدا ان هي تقوي لي الاعصاب، تقوي النسيج العصبي بتاعي، فمش بس هي عشان نشويات مفيده انا كده بكون استفدت بالقيمه الغذائيه بتاعتها، لا دي كمان
فيها الفيتامين دي المقوية للأعصاب، فيها شوية كمان من مادة اسمها بيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي برضو من الحاجات اللي بتقوي شوية الجلد وبتقوي لي المناعة، فدي تبقى مفيدة جدا. يعني البرغل ده من الحاجات اللي احنا المفروض نهتم بيها. هايلة، لان هي كانت موجودة في الاطباق بتاعت زمان، والناس دلوقتي من كتر ما بقينا بنطبخ حاجات اسرع شوية ناس كتيرة للأسف بتبقى نسياها. تمام. واحنا طبعا معانا حطينا جزر، واحنا عارفين فوائد الجزر دي، يعني اهم حاجه بقى يقوي النظر. بالظبط، هو برده في فيتامين A عالي وفي فيتامين C شويه ومهم للشعر بالظبط والضوافر للجلد عموما. تمام. وهو بيقوي النظر عشان برده في ماده البيتا كاروتين اللي بتغذي الشبكيه بتاعه العين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره فردوس الافندي اخصائي السمنه والنحافه، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قلت لنا كمان الطبق ده يا جماعه اهو، ممكن اللي عايز يعمل دايت ممكن ياكل الطبق دوت يكتفي بيه وهيشبع، مليان حاجات تشبعنا جامد جدا. انا عملت الشاي بتاعي وهستقبل ضيفتي عقبال لما انتوا تروحوا تشوفوا التقرير التاني اللي معانا النهارده، هو تقرير خاص بمهرجان الموضه والجمال. احنا دايما بنقول انه، او يعني انا رايي انه الموضه مش لازم امشي تبع الموضه، ممكن تكون مش لايقه عليا، ممكن تكون الموضه ما تتناسبش حتى مع مجتمعاتنا الشرقيه والعربيه، فخلونا دايما من الموضه ننتقي او نختار الحاجه المناسبه لينا. وده فعلا اللي هنشوفه من خلال هذا التقرير والكلام اللي هنسمعه، ازاي نعرف عن الموضه بس ازاي نختار من الموضه اللي يناسبنا. تعالوا مع بعض نشوف. برجع مرة تانية مع كل مشاهدينا وبستقبل ضيفتي طبعا أستاذة رباب إبراهيم عبد السلام، هي مصممة إكسسوارات من النحاس ومن المشغولات الجلدية وكمان من الخرز. أهلا بك يا رباب، منورانا ومبسوطة بشغلك الجميل دوت اللي هنستعرضه مع بعض النهاردة. وخليني أعرف في الأول يعني بداية دخولك المجال ده كان إزاي وإمتى؟ كانت البداية من 7 سنين زي اي بنت بتحب تلبس الاكسسوري، وكنت بشتري الحاجات اللي اتحلى بيها وكده. وبعدين بدات نزلت بالصدفه لمنطقه الحسين ولقيت ان الخرز والاحجار بدات بتتباع هناك، فحبيت اجرب وبالفعل بدات اشتغل بالحاجات والشغل لقيته كويس جدا، فبدات ان انا اسوق. بس قبل ما اسوق اتعلمتي ازاي؟ قبل ما اسوق لقيت نفسي ان انا شغاله كويس قوي يعني على اليوتيوب، واتفرجت ولقيت حاجات كويسه جدا. اتعلمتي من يعني اتعلمتي من على مواقع التواصل؟ بس لقيت الفينش بتاعي ما كانش حلو. بدات ان انا انزل اخد كورس، فرق معايا جدا ان الفينش بتاعي بقى زي اي حاجه بره، وده خلاني ان انا اسوق بطريقه كويسه قوي. وبعد شويه بدات ادي كورسات، وبعدين يعني كل ما اتعلمي كمان. طيب ما بين انت ما اتعلمتي وانت دلوقتي وانت بتعلمي الفتره دي فيها اتغير حاجات كتير بقى. وبقيت انا يعني كل ده لميته كمنهج، اللي بيجي يتعلم معايا بعمله له زي منهج من الف للياء، بحيث ان احنا نسهل على الناس اللي جايه طالعه بعد كده. انت بدات بايه الاول؟ بالاكسسوار. والنحاس تحديدا كماده خام يعني اخترتيها ليه؟ لان هي ماده طيه بيتطوع معايا زي ما انا عايزه، وبعدين زيها زي الذهب والفضه القطعه ممكن تقعد معاكي بالسنين ما بيحصلهاش اي حاجه، ان انا اقدر البعها بترجع تاني. يعني في قطعه هنا نلمعه ازاي يعني عشان يعني النحاس عشان ارجعه لنفس لونه الاصلي ارجعه ازاي؟ بنلمعه بايه؟ النحاس بتاعي بجيب كميه من الليمون بعصرها ولازم طبعا اصفيها، وبجيب طبق تاني فيه اي سائل من تنظيف واحط فيه ميه سخنه على قد ما انا ايديا تستحمل. اي حاجه بستخدمها في التنظيف المنزلي صابون سائل او اي حاجه للتنظيف، وبعدين بجيب ميه نظيفه فالثلاث اطباق بطلع احط في الليمون، اطلع الاكسسوار احطه في الميه. احط الاكسسوارز كلها يعني؟ ممكن احط قطعه، ممكن احط على يعني حسب كميه الليمون. لا يعني اقصد مش باخد بقطنه وبدعك، لا يعني انا بحط الطبق فيه ليمون وعصرته وبحط القطعه بتاعتي على حسب بقى ايه كميه الليمون، على حسب القطعه كبيره او صغيره. تمام. ببدا ادخلها هنا واطلعها احطها في الميه بصابون، اطلعها احطها في الميه واسيبها تنشف، بتبرق زي كانها لسه معموله. يعني اي حاجه من الحاجات اللي معانا دي لو عملنا كده مش هتغير لونها لو حطيناها في الليمون وفي الميه بالصابون؟ لا يعني هو ده مثلا العقد ده بتاعي بقاله 3 سنين، ده بتاعي انا شخصيا. اللي هو ده لا انا بلمعه امبارح اللي في الدور التاني ده.
اللي هو في الدور الثالث تحت. طب ده احكي لنا عنه عشان ده شكله جميل قوي. ده فيه الحجر العقيق وبعدين بني عليه انا بيت زي نسيج كده. هتقولي يا جماعه اول واحد على الطرف هناك دوت ده جميل قوي. فشوفي ان هو كده بقاله معايا اكتر من 3 سنين ولسه بيبرق زي ما هو، فده حاجه كويسه. والله يعني انت لسه ملمعه ده؟ يعني ملمعه امبارح. جميل جدا يعني. عامله له جدل بالسنين. انت كمان مدخله احجار يعني، انت دلوقتي قلتي ده حجر العقيق. العقيق وعامله له زي بيت فصوص بين السلك النحاس. ماشي عليه زي بالنسيج. وعامله زرد، بس عامله جدل للزرد. تمام. طيب برضو انت مدخله بقى احجار كتيره في، انا شايفه في حجر الفيروز. حجر الفيروز ده من الاحجار اللي انا بعشقها وبتبقى جميله جدا مع النحاس طبعا. ايه تاني؟ احجار الاخضر بقى ده اللي هو ده كيك برضو، بس هو ده معاه كسر حجر. يمشي معاه ومعاه كريستال. طب بس ده نحاس برضو ولا ده؟ لا ده معدن. مش كده؟ ده ابيض بقى فده معدن عادي. طب ايه الفرق بين المعدن والنحاس؟ يعني المعدن ده برضو نحافظ عليه ازاي؟ اللولي دوت معدن صح؟ ده لولي مايوركا. لا بس اللي انت مستخدماه المسامير معدن. معدن. طيب ده نحافظ عليه ازاي؟ بحافظ عليه لما جاي استعمله ما بحطش البرفيم بتاعي على طول، بحط اخر حاجه يعني اول حاجه بعملها بحط البرفيم بتاعي قبل ما اخرج، بعدين البس الاكسسوار بتاعي. وبعدين طبعا لازم دايما اكون حاطاه في مكان محفوظ ومقفول عليه، ما بقاش متعرض للجو. تمام. طب انا ملاحظه برضو ان انت يعني مستخدمه اللولي بالابيض واللولي هنا فضي بدرجاته، يعني حابه اللولي برضو مستخدماه ومطعماه في حاجات كتير. اللولي يعني الناس كلها ما بتستغناش عنه، فبيخش في كذا ديزاين من الشغل بتاعنا. طيب تحت في خواتم وبراسليهات. تمام. قولي لي بقى برضو الخواتم النحاس دي جميله قوي شكلها فعلا. ده كله بالسلك النحاس وبرضو متغير شويه من الاحجار من الفيروز والكريستال والعقيق. انت بتؤمني بفكره انه او يعني حد لما بيجي ياخد منك حاجه يقول لك انا عايز حجر معين عشان ده مثلا بيأثر بيدي طاقه، لا ده للمشاعر ده للحاجات دي، الكلام ده بتركزي معاه ولا لا؟ هو الحجر الفيروز معروف ان هو يبنى العين، هو الحسد. وده حقيقي ان هو انت لما زي ما تحب تلبس ازرق. وهو ده بيجي مش من هو فعلا بيمنع، انت هو بيشد العين. فلما حد يبص عليكي مش هيبص عليكي انت، هيشد عينك انت. فمش هيركز معاكي، فهو جاي من كده. والقدماء المصريين كانوا بيقولوا عليه ان هو يعني هو صديق قوي للبني ادم اللي هو لابسه. بحيث ان الفيروز الحقيقي لو انت لبستيه وتعبتي او جالك حصل لك حاجه لونه بيغير ما بيرجعش تاني غير لما بتخفي. ففعلا هم كانوا مؤمنين قوي بيه القدماء المصريين. جميل. فانت يعني معظم الناس تطلب منك دايما الفيروز ده على طول مطلوب. جميل. طيب خلينا نخش على الحاجات الجلديه بقى. انا شايفه الشنط وهنا اصلا كمان كان معانا شويه محافظ بقى، فقولي لي بقى دي كلها هاند ميد مش كده؟ كله هاند ميد. دخلتي المجال بقى بتاع الجلد ده، حولتي ازاي؟ التحويل ده جه ازاي؟ هو انا الاول يعني طلعت من الاكسسوار دخلت في المجسمات. في الخرز الاول؟ في الخرز. لان انا كنت حابه يعني اعمل حاجات للبيت عندي. بحيث ان تبقى شغل ايدي وبحيث ان نقدر انضفها بسهوله. فبدات اعمل قلب البناديل، المفارش، الطبق، الفاكهه، كل حاجه بالخرز كانت كويسه جدا ان انا اقدر انضفها تاني. بيسموه ايه اللي هو الاساس او مجسمات الخرز؟ لا اللي انت بتركبي عليه بيبقى اسمه ايه؟ شاسيه. شاسيه؟ لا مفيش شاسيه، هو كله معمول بالخيط. ده كله بالخيط؟ بالخيط، بس هي بغرزه معينه. ماسك نفسه اني انا لما اجي اعمل الغرزه بعملها غرزه فيها ربطه بحيث ان هي تمسك الغرزه. وبدات اتعلم بقى اني لو انا عايزه اعمل شيء مسطح، حاجه ستريت، بعمله غرزه رباعيه فده بتبقى تدي شكل الستريت. عايزه مثلا اعمله مدور او فيه تجويف شويه. يعني احنا هنا معانا، قولي لنا كده احنا معانا ايه على الترابيزه؟ انت عامله حاجات، انا شايفه خروف. وكان معانا شيف هناك حلو قوي يعني لذيذ. عامله ايه تاني قولي لي؟ في الحصان وفي الابريق الميه وفي الابريق ده الخروف ده بكذا شكل، فيه كبير وفي البنك دوت وفي الابيض. تمام. وفي عرايس معموله من كله خرز. وفي العروسه نفسها
واشتغلت عليها. دي بقى انت دي عروسه اخذتيها واشتغلت عليها وعملتي تحفه يعني بصراحه جميله جميله. مش قادره اقول لك بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. ده كله بالخيط كله يعني ده بالخيط. انا هجيب الخيط اسمه خيط هجيب العروسه النارة. دي يا جماعه معلش عشان انا عجباني قوي العروسه دي معلش عشان لازم يعني نشوفها كده حلوه حلوه. بصوا يعني احكي لي عملتيها ازاي. ادي العروسه اهي اللي انا ماسكاها من رجليها اهي دلوقتي. وانت بقى بنيتي عليها كل ده ازاي؟ انا بختار الخرز على حسب اللي طالب ممكن عايز هيحطها في انتريه هيحطها في التسريحه بتاعتها فهي بتختار اللون الخرز. بعدين انا ببدا اشتري العروسه في الاول وباخد المحيط بتاع وسطها وابدا بيه وبعدين ابدا انزل اعمل الفستان من تحت وبعدين في اخر حاجه خالص ببدا اطلع لفوق. دي عروسه دي ولا عروسه ده فستان خصوبه يعني. انا بالفعل كنت في المولد النبوي كان الناس يعني مش عايزين يجيبوا بقى والله تصدقي فعلا كنت لسه عايزه اقول لك يعني احنا دي فين عروسه المولد بتاعتنا الحلوه ده. انت دي لو عملت لها بقى اللي هي من هنا من ورا المروحه دي خلاص بقت عروسه. عملت كده بالفعل في المولد النبوي عملت كده وكان في عرايس صغننه كتير وفيها مراوح وكانت حلوه جدا. وفي في رمضان عملناها وكنا بتدوسي عليها اللي هي تغني رمضان جانا والكلام ده والله. تبقى حلوه قوي لو حد خاطب وعايز يقدم حاجه لخطيبته. بحييكي والله بجد جميله فعلا. فطبعا فكره بنغير الفانوس والكلام من فضلك تزودي من العرايس دي وتعملي لنا عروسه المولد مصريه عاملاها وبتقولي يعني كمان طالعه تحفه. يعني جميل برافو عليكي انا بحييكي والله. طيب قولي لي بقى بعد ما من ده بقى تحولتي برضو يعني فكره انك انت ما بتكتفيش يعني فكره ان انت بتفكري ازاي تزودي النشاط كل ماده بيبقى عندك الشغف ان انت تستعملي حاجه جديده. يعني بدات بقى طب خلاص انا خلاص بقيت متقنه قوي في موضوع الخرز ده احسن ولا لما تبقي متخصصه في حاجه واحده معينه يعني؟ هو طبعا لما اكون متخصصه في حاجه واحده يكون احسن. بس دلوقتي انا اشتغلت في الاكسسوار انا بعرف اعمل كروشيه فقدرت ان انا مثلا بالسلك النحاس اعمل كروشيه باكسسوار فدي فاتني ان انا ممكن يعني اجود الشغل بتاعي وادعمه بحاجه تانية انا عارفاها. يعني مش لازم اشتغل انا بعرف اتعلم كروشيه بعرف اعمل كروشيه لازم اعمل بالخيط. لا ممكن اطوعه بالشغل اللي انا عاملاه بالسلك النحاس وادخله في الشغل بتاعي. تمام. نفس الفكره انا بعرف اعمل حاجه ممكن اطوعها في حاجه تانية. بس يعني مثلا انا دخلت في الجلود فاقدر اعمل من الاكسسوار احط له بقى كحليه ليه تحلي. انا بس عايزه اتاكد من حاجه. فكره انت قلتي هنا بالخيط الخيط طبعا اللي هو زي خيط السمك مش كده؟ خيط سناره السمك مش كده؟ مش خيط عادي هو بلاستيك كده. طب جميل. طب كلميني عن الشنط بقى وازاي بقى فعلا عملتي الشنط دي. انا هحط لكم دي تاني ارجعها عشان تبقى شكلها حلو. ايه اخبار الشنط بقى؟ بالنسبه للشنط احنا بننزل ندور كتير على يعني الديزاين اللي انت عايزاه وممكن تلاقي الشكل عجبك لكن تلاقيها صغيره مش هتاخد احتويات فبدات افكر يعني طب الهاند ميد عاده يعملوه صغير شويه يعني عاده انت ما بتنزلي تشتري يعني شنطه ليكي فممكن تبقي عندك ديزاين معين بس حاسه ان هو ده مش هياخد الحاجات اللي انت بتستعمليها ليكي فعايزاها اكبر شويه. ففكره الهاند ميد ان انت تقدري تعملي تختاري الديزاين بتاعك وكبري او تصغري على حسب انت عايزه ايه. فبدات فعلا اشتغل في الجلد دي عامله الوان كمان جلود يعني عاده البني والاسود دايما كان بيبقى هو السائد في الجلد بتاع الشنط الجلد الطبيعي يعني. فانت ما هو حلو في الجلد ان انا لما بروح اشتريه بشتريه بيور بحيث ان لون الحيوان هو لونه البيج الفاتح وانت بتصبغي بعد كده الدرجات اللي انت عايزاها فتقدري تتحكمي في الدرجات. تمام. طيب انت عامله عليه حفر ولا حرق ولا ايه بالظبط؟ هو فكره ان انت بتشتريه زي ما قلت لك ساده اقدر اعمل عليه زي الشنطه ديت البيج ديت انا عامله عليها حرق. وفي تقدري تلوني عليها تقدري تعملي اوكي تقدري عليها تعملي تلوين تقدري تعملي حفر ودق وتقبيب. دي ممكن تتمسك امتى ومين يمسكها صغيره كبيره يعني ايه؟ يعني دي من سن 25 سنه مثلا مازلات يعني تقدري تمسكيها. والحاجات ديت يعني مع اختلافها يعني انا شايفه مثلا لون النبيتي شايفه اللون ده اخضر ولا ايه اللي انا شايفاه اللون البني؟ لا اللي قبل الاخير ده لون ايه انا مش شايفه منه. ده تركواز ولا مخضر شويه؟ هو مين دي على تركواز اخضر. الالوان دي برضو جديده وحلوه يعني دي ممكن حد يروح بيها مثلا الجامعه ولا ممكن تقدري تروحي بيها الجامعه بتاعتك وحلوه ان انت تقدري تحطي فيها حاجات بتاعتك كنيه. الشنطه اللي معانا على الشاشه دي قولي لي بقى دي باك
ده شنطه باك معموله بجلد بقري. انت كمان عامله حاجات على الموضه يعني الباك والموضه، فروحتي قايله هعمل موضه كمان. ما انت بتخشي مجال بقى بتحطي كل الحاجات قدامك، فعاملاها بشنطه باك جلد، عاملاها بجلد البقري ومطوعه اللون النبيتي مع اللون الاسود، وعملها ضفيره وعملها جيوب من جوه ومن بره ومبطراها كمان بالحور. كل ده هاند ميد ولا بتحتاجي كل ده ادوات تانية معاكي؟ يعني لا انا بنزل اشتري يعني بالقدم، يعني جلد الطبيعي بتشتريه بالقدم كالحيوان كامل. ببدا انا اخد الباترون اللي انا عايزاه واقطعه وابدا انا اللي هشكل الديزاين اللي انا عايزاه كله ابره وخيط، ما بحتاجش ما بطلعش بره خالص انا اللي بخيط بالابره وخيط في البيت ولا مكنه ولا اي حاجه. ياخد منك وقت قد ايه بقى الحاجات دي؟ هي الشنطه الباك دي خدت اسبوع. انت عموما يعني بتتفرغي لكل صنف من الاصناف دي فتره، ولا انت ممكن تشتغلي كل الحاجات مع بعض في نفس الوقت؟ لا لو انا بعمل حاجه بتفرغ لها، يعني هعمل دلوقتي الشنطه انا متفرغه لغايه ما اخلص الشنطه، عشان ممكن يبقى في فكره معينه في دماغي ما تروحش من دماغي. التركوازه هي اللي كانت عجباني انا، بس طبعا عشان شايفاها من ورا، هي كانت معانا على الشاشه، معمول عليها نسيج بالخيط. ده خيط مش كده؟ مطرز عليها بالخيط. حلو قوي. طب ده انا احافظ عليها ازاي؟ يعني الحاجات دي نحافظ عليها ازاي؟ لا هي محطوط عليها ورنيش فينش مديله عازل، بحيث ان انت ايدك ما تطبعش ولا اي حاجه، مجرد ان انت هتمسحيها بحاجه ناشفه خلاص ما فيهاش اي مشكله. تمام، تبعدي عن اي حاجه تدلي عليها، ما فيش اي حاجه. كويس قوي. طب انا برضو عايزه اعرف ربابي اختلفت في ايه؟ شخصيتك اختلفت ازاي لما دخلتي في المجال دوت، ولما اشتغلتي ولما ابتديتي تحسي انك انت بتتعاملي مع نوعيات طبعا من الفتيات والسيدات مختلفات الاذواق، يعني اكتسبتي ايه مهارات جديده من الحاجات دي؟ في حاجات كنت متخيله مثلا ان الشنطه اللي انت شايلاها في ايدك ان انت هتعمليها من الف للياء، ده اختلفت معاكي. كل حاجه عملتها كانت بتختلف معايا، وان كمان انا بدات اعلم الناس وان هم يعني يشتغلوا ويخشوا مجال الشغل بتاعهم وبيسوقوا، ده كانت حاله كويسه جدا. وكل مدى بقى ما بنطور من الشغل بتاعي، انا الايام دي كنت عامله صنادل بالجلد كمان والاكسسوار، بس طبعا ما جبتهمش معايا النهارده. فكل مدى وبدانا نعمل الشوز، فبدات اعمل عايزه اعمل الطقم كله اكمله بالحزام بكله. فكل مدى بيبقى عندك شغف عايزه بقى تعملي الحاجه من الف للياء. تمام. طيب انا هاخدك دلوقتي مع كل مشاهدينا ونروح نشوف تقرير برضو هو ليه علاقه بالمجال اللي احنا بنتكلم فيه ده، هنشوف مجموعه من المشغولات النحاسيه ونرجع نكمل حوارنا مع ربنا. المشغولات النحاسية من مكملات الديكور، منها المباخر والاسطواني وأدوات التجميل والفوانيس ووحدة الإضاءة وغيرها من الأدوات النحاسية التي لا يخلو منها أي منزل. عندي ورشة للحرف التراثية، مركزين على وحدات الإضاءة التراثية زي ما حضراتكم شايفين. احنا أنا في المجال ده بقالي 26 سنة، بنحاول نحافظ على التراث، والناس اللي بتشتغل في الحرف اليدويه بيبقى الموضوع حب. عندنا كميه من الصناعيه المهره شغالين معانا، من بنحاول نحافظ على المهنه ان هي تندثر. وزي ما انتم شايفين في شو لايف، عندنا الناس اللي بتخرم وبتنقش، وزي ما انتم شايفين وحدات الاضاءه بتتكلم في كذا تراث، تراث المملوكي والاندلسي والابطي، وبنحاول ان احنا يبقى عندنا هويه. بدل ما الناس كلها يعني تخش البيوت دلوقتي، انتوا برنامج طعم البيوت، تخش البيوت دلوقتي تلاقي من البيت مفيش حاجه مصري، فاحنا بنحاول نبقى في حته مصريه في البيت. فعلا النحاس من الماده الطيعه، يعني اللي هي ممكن نعمل منها حاجات كتيره جدا، ما تقدري شكلها بسهوله. صحيح. طيب احنا دلوقتي بصي برضو انا شايفاكي عامله حزام، وانت كنت بتقولي انا بفكر بقى ان انا عايزه اعمل الاطقم كامله، يعني الحزام بالشوز بالشنطه بكل حاجه. بس الحزام ده حزام رجالي. رجالي مش كده؟ ايه اللي دخله في النص؟ لا احنا مدخلين معانا رجالي والله. وعامله صنادل رجالي وشوزات رجالي، ومحافظ المحافظ فيها رجالي وحريمي كمان. في محافظه رجالي هنا بس مش باينه. طيب انت حسيتي انه الرجاله تحب برضو ان هي يعني تقتني حاجات زي كده ويعني تفكر، ولا برضو الستات هم اللي بيجوا يشتروا حاجات الرجاله؟ يعني بيتعاملوا معاكي بيبقوا مين فيهم؟
لا ممكن الرجاله، لكن السيدات زي عيد الحب لما كان موجود بتجيب المحفظه ونكتب عليها اسمها واسم جوزها والحروف بتاعت اول حرفين برضو كان على الحزام نفس الشكل، فكان برضو حلو قوي من الست ان هي تفكر في جوزها. صحيح. والمحافظ برضو قولي لي يعني فكره المحافظ الجلد دي في حاجات صغيره وانت عامله احجام مختلفه يعني، ففي حاجات دلوقتي احنا بقت محافظنا كلها ورق وكروت في كراته بتعملي حساب للحاجات دي؟ لا في كراته لوحدها اللي هي البني ديت، دي كراته بتحطي فيها بس الكرنيهات والبطايق وفي البورتوفيه اللي هو جنبه ده مع كبير شويه بحيث ان في ناس بتبقى عايزه تحط الموبايل كمان جوه كمان ممكن لان يعني كان برضو دي مش عايزه اقول من عيوب، لكن يعني دي كانت اللي بتخلي الواحد ما يبقاش عارف يستخدم الطبيعي قوي كمحافظ ان هي ما بتلمش كويس. هو بقى الفكره انت اللي بتتحكمي في المقاس وفي الديزاين وعايزه تحطي اسمك وفي الوقت ممكن تحطي صورتك، فكل حاجه انت يعني في الهاند ميد حلوه ان انت متاحه ليكي تقدري عايزه المقاس اللي انت عايزاه كبري بقى وصغري براحتك. وفي حزام اللي هو رجالي في برده محفظه رجالي بتحط هنا في الحزام حلو قوي برده رجاله تحت هتلاقي جنب شنطه رمادي. انا بس كمان عايزه اشوف عايزين نشوف الصينيه اللي هي بالخرز الازرق ديت، مش دي صينيه بالخرز وفيها صينيه ديكور ولا صينيه ممكن احط عليها حاجه ولا ايه؟ لا دي صينيه بالفعل للمطبخ يعني ممكن احط عليها كوبايات وكده ونستخدمها بالظبط وتستحمل يعني جدا. طب وننضفها وكده ميه بصابون وعادي، ما هو فكره اللي انت بتعملي مجسمات بالخرز ان انت بتحطيها في المطبخ عادي ميه بصابون وتقدري تقدمي فيها عادي. حلوه وحلوه للشبكه كمان، لما بنعمل الشبكه بنعمل حاجات نفس الافكار دي ممكن بيجي لك فعلا احيانا عرايس عايزه تعمل حاجات مختلفه في ليله الفرح مثلا او كده تبقى عايزه تعمل الصينيه. في ناس مثلا في الكريست يعني الكاسات مثلا عملت اشكال الكاسات وعملت لهم معاها الصينيه وبالحروف بتاعتهم وبرده بيبقى كمان لون الفستان عشان تمشي معاها. لا بتبقى شكلها كويس قوي، وبعدين تقدري تحطيها في المطبخ بعد كده، يعني تقدري تاخدي الحاجات وتحطيها في المطبخ وتستعمليها بعد كده مش مجرد زينه ساعتها وخلاص. تمام اوكي. طيب قولي لي برضو انت بتشوفي ايه الصعوبات اللي بتواجهك في المجال دوت، وانت شايفه انه مثلا لو الصعوبات دي قلت شويه، لان احنا بنقول احنا عايزين الحرف اليدويه البسيطه دي عايزينها تنتشر لان دي اساس اقتصاد كبير يعني هي دي اللي ممكن تخلي اقتصادنا يبقى حلو. برضو هو التسويق هو ده اكبر مشكله تلاقي في بتوع الهاند ميد كلهم، ولما بتنزلي المعارض وكده في ناس كتير ما بتبقاش مقدره الشغل ده يعني تبقى مش مقدره التعب اللي انت مثلا قعدتي بالاسبوع بتعملي في قطعه واحده. مع ان الناس بتوع زمان يعني ايام جدتي مثلا كده تلاقيهم الناس بتوع زمان بقى دول كانوا يقدروا فعلا الحاجات دي. ايوه طبعا عشان هم كانوا بيعملوا بايديهم، هم كمان كانوا بيشتغلوا بايديهم، هم كمان كانوا بيشتغلوا صح فعلا. لكن دلوقتي التيك اواي كله عايز الحاجه الجاهزه وخلاص، انا جاي اخد الحاجه جاهزه ماليش دعوه انت تعبتي فيها قد ايه. انت لما بتفرقي قطعه من القطع دي برضو بتاثر معاكي لما يعني اكيد بتبقي مبسوطه ان انت بتبيعيها بس يعني بتفرقك؟ لا ببقى مبسوطه لما احس ان يعني اللي خدها مبسوط بيها وان هو ممكن لابسها طول الوقت وان هي قاعده معاه بالسنين يعني تقولي بصي انا المحفظه او الشنطه ديت بصي بقالي 3 4 سنين معاها هي ما اتغيرتش ما قشرتش الوانها ما راحتش ما اتقطعتش، يعني انت عاملاها هاند ميد فانت مختاره خيط كويس جدا بحيث ان هو ما اتقطعش، مختاره الجلد كويس جدا بحيث ان مش هتقشر ان مش هتقطع بسهوله، بختارها الوان الصبغه ثابته، فكل الحاجات دي انا عشان انا هتعب فيها مش معقوله انا هعملها اي كلام. صحيح. عايزاها ان هي تعيش معاكي فعلا بالسنين زي ما قلنا. وبرده يعني اذا كنت انت بتتكلمي عن مشكله التسويق فده ممكن يكون اللي احنا بنتكلم فيه ده هو الدعايه ليكي، يعني انا لما حد بياخد منك حاجه بيبقى هو بالنسبه لك هو نوع كده من الدعايه، هو فعلا اللي بياخد حاجه هو اكتر واحد بيطلب عشان هو اللي جربها وحس بيها وبيبدا يقنع بيها زمايله ان انا فعلا واخد الشغل وبقاله كتير. تمام. فده حلو. بتلاقي وقت منين طيب تعملي كل دوت بقى مع بيتك مع اسرتك؟ يعني بتلاقي وقت ازاي ولا انت مخصصه وقت معين ليكي؟ لازم تبقي انت مخصصه وقت منظمه حياتك ان في وقت معين انا بشتغل فيه. فبيبقى في وقت للبيت والولاد والاسره وفي وقت تاني انت بتشبهي هوايتك فيه، وبعدين في الاجازه زي كده بولادي بيبقوا حابين قوي، يعني انا بنتي هي اللي عامله
في الصينيه ديت. والله ما شاء الله بنوتي عندها 12 سنه هي اللي قولي لي هحطي بس الوان ايه، ممكن تبقاش عارفه انهي ايه قبل ايه. فانا طول ما انا ابص عليها اقول لها حطي المره دي الابيض حطي الازرق، وهي عارفه ازاي تربط وكده، هي اللي بتساعدني دايما في الشغل. ده بعد كده هتعديكي بقى. بقول لها حتى لما بيجي حد يتعلم معايا وكده دايما بيسالوها عشان حاسين ان هي عندها خلفيه. تمام. طب دخلت في الاكسسوارات ولا لا؟ اه طبعا، ما هي ماشيه مراحل، هي ممكن تديكي افكار، هي ماشيه مراحل معايا، هي ماشيه مراحل معايا. يعني وقت ما كنت بعمل كده كانت هي تعمل اطفال، وتعبان عندها يعني خلقها طبعا متيح ان هي تعمل حاجات صغنونه قوي. انا ممكن ازهق. لا هي عندها نعمل اعمل اطفال، لا انا عايزه اعمل لزمايلي، لا انا عايزه اعمل الحاجات ديت، خلاص اعملي. يعني انت كده انت عارفه انت ممكن كده تكوني لمستي الموهبه اللي موجوده عندها، ودورك بقى في انك تنميها فعلا. هي ممكن فعلا حقيقي بجد ممكن، واكيد انت هتكوني مبسوطه ان هي بعد شويه هي هتعديكي، يبقى عندها افكار طبعا. خصوصا ان هي بقى بتطلع اكتر منك على بالرغم ده انا ما فكرتش ان انا اعلمها، هي لوحدها اللي حبت. يعني انا كنت فاكره من الاسبوع اللي فات انا بنايمه وسامعه خط ان نيسي ما بتيجي نعمل الجلد ده لازم بالشاكوش اخربط جامد، ما ينفعش اشتغل بالليل. فانا صحيت قلت لها بتعملي ايه؟ قالت لي بعمل محفظه. ما شاء الله عليها روحي. فهي عندها الموضوع شديد قوي. المره الجايه بقى كنت جبتيها معاكي والله كنا اتعرفنا عليها، يا ان شاء الله نشوفها مره ثانيه باذن الله. رباب، نفسك بتحلمي بايه في المجال بتاعك، سواء ليكي او لغيرك؟ احنا قابلنا ناس كتير الحقيقه في المجال دوت، وكلهم ما شاء الله منتجاتكم حلوه، ودايما الفينشنج اللي احنا كنا دايما نشتكي منه، لا بقيت الاقي ناس تهتم. الحمد لله احنا ظبطنا كلنا النهائي ده يبقى حلو. نفسنا ان احنا الشغل بتاعنا يخرج بره الاطار، وال يعني نصدره بره، وان احنا الناس تقدر الشغل الهاند ميد، لان هنا مش مقدرينه. ما هو ممكن برضو الساعات الظروف الاقتصاديه بتبقى صعبه ان حد يقتني حاجه، بس احنا زي ما انت ما بتقولي احنا بنقول للناس انه احيانا ممكن هشتري حاجه واحده هتقعد معايا سنين، فيعني فكروا برضو بالمنطق ده، ان انا بدل ما هقعد كل شويه اشتري شنطه مثلا، لا ده انا الشنطه دي ممكن هتقعد معايا بثلاث اربع سنين وهتفضل برونقها، هتفضل بجمالها، يعني ما حدش هيقول عليها يعني حاجه. انا يعني سعيده بيكي وبحييكي وبتمنى لك كل نجاح وكل التوفيق ان شاء الله. رباب ابراهيم عبد السلام كانت معانا النهارده، فنانه عندها رؤيه فنيه في الاكسسوارات وفي الحاجات اللي ممكن نزين بيها البيت، وفي الشنط والمنتجات الجلديه اللي ممكن برضو نستخدمها كاحزمه او كمحافظ او كشنط، يعني حاجات كتيره حلوه. انا بحييكي يا رباب مره ثانيه، كل التوفيق والنجاح ليكي. وبدعوا كل المشاهدين اللي بيشوفونا، كل سيده وكل فتاه، يعني العملية أبسط مما تتخيلوا، بس هي محتاجة إرادة يعني، ومحتاجة حب. لو حد حابب إن هو يتعلم الحاجات دي هيتعلمها. شوفوا هي بدأت، ممكن بنتعلم عن طريق النت، وممكن في ورش كتيرة دلوقتي بتدي فرصة إن أنا أروح وأتعلم أخد كورس. هتلاقي نفسك بعد كده ايديكي بمنتهى السهوله، انت بتبدعي وانت بتطلعي منتجات ما كنتيش متخيله ان انت ممكن تعمليها. فما فيش حد يقول انا مش لاقي شغل، انا قاعد في البيت، او قاعده يعني تحديدا في البيت فاضيه ومش لاقي حاجه اعملها. لا، فكري في حاجه تعمليها وتتعلميها، واكيد هتنجحي ان شاء الله فيها. بشكر كل مشاهدينا، نقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده طعام البيوت.